خلونا نذهب لقراءة وافية من كافة الصحف العربية والمحلية والدولية. في الحقيقة اهتمت الصحف العربية والدولية تحديدا بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ألقاها في قداس عيد الميلاد عن دور البابا توادروس الوطني. وكان هناك عدد كبير من الأحداث أيضا حصلت في مصر والعالم، منها أن الصحف الأمريكية والفرنسية تبعت بشكل مستمر تحليل الوضع في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 93 على التوالي. خلينا نتعرف أكتر عن ما كتبته الصحف الدولية للأحداث مع الكاتب الصحفي محمد العالم المتخصص في الشؤون الدولية. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية هبدأ معاك من جريدة الشرق الأوسط واللي كتبت تحت عنوان السيسي يطمئن المصريين بتجاوز أي ظروف صعبة. زار كاتدرائية العاصمة الجديدة لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد. لو حضرتك تكلمنا عن تفاصيل هذا الخبر. نعم، أهلا بكم وبالسلام مشاهدين. أنا أعتقد أن كان هناك اهتمام مصر وإكلام بهذه الزيارة الهامة، لأنه كان تخللها كلمة مهمة بتعبر عن الأحداث الحالية، وكان فيها طمأنة كبيرة من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشعب المصري بأوضاع الأوضاع عموما التي يعاني منها، يعني الإقليم ويعاني منها العالم ويعاني منها الداخل المصري، واللي عبر فيها عن فكرة أنه مع اتحاد الشعب المصري وعدم وجود فرق بينه، فبالتأكيد أن مصر تستطيع أن هي تتخطى الأزمات الحالية. وطبعا أشار لأهم يعني ما يهم العالم، القضية التي تهم العالم وتهم مصر في هذا التوقيت، وهي قضية قطاع غزة وفلسطين، ومع أيضا الأحداث العالمية اللي تمنى فيها أن ينتهي العالم من كل هذه الأحداث، ثم نوه عن الرؤية المصرية الثابتة نحو قطاع غزة والجهود المصرية سواء في الوساطة أو في تخفيف الأعباء عن إخواننا في فلسطين مما يحدث حاليا، ثم ما بعد هذه الأزمة والرؤية المصرية الثابتة في فكرة حل حالتها وأن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا يعني أتت أهمية كما أولا من الحدث نفسه، ثم من أنها تطرقت لأكثر من جانب يهم الشعب المصري، ومن ضمنهم طمأنة الشعب نفسه على الأوضاع وعلى إمكانية تخطيها في المستقبل. صحيح. كان في أيضا لقاء لوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا مع شبكة CNN تحت عنوان ليس من حق إسرائيل أن تقرر مصير قطاع غزة بعد الحرب. كان هناك تصريحات لكولونا وزيرة الخارجية الفرنسية انتقدت فيها تصريحات حكومة نتنياهو. إيه هي هذه الانتقادات اللي وجهتها، وما الذي قاله تحديدا وزراء حكومة إسرائيل؟ نعم، هذه التصريحات أولا بتأتي ضمن موقف عام اتخذته أوروبا، وكان هناك أكثر من تصريح مشابه لمسؤولين رسميين سواء في بلجيكا، في هولندا، في بريطانيا وفي غيرهم من دول كثيرة أوروبية، عبروا فيها عن أن بعض التصريحات خرجت على لسان مسؤولين رسميين إسرائيليين تقول بأنه يمكن تهجير أهل غزة قسريا، يمكن أن يكون هناك مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، لابد من التخلص من أهل القطاع لأنهم يهددون الوجود الإسرائيلي. كل هذه التصريحات العنصرية قابلها تصريحات رسمية أوروبية، ومنها هذا التصريح الذي يقول ليس حق إسرائيل أن تحدد مصير هؤلاء، والقوانين الدولية تمنع هذا. وكان هناك تحذيرات مسبقة من الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية من فكرة إعادة احتلال القطاع أو التفكير في تمديد المستوطنات داخل قطاع غزة. لهذا وجدنا يعني رد الفعل الأوروبي الكبير الذي أعتقد أنه ينبع من فكرة أن حكومة نتنياهو تخطط دورها إلى خطوط أخرى. كان يعني الضوء الأخضر الأوروبي والأمريكي في البداية كان يقول بأن إسرائيل يعني من حقها أن تدافع عن نفسها، لكن حاليا ينقلب الأمر لأن بالفعل الرؤية عالميا انقلبت
على ان اسرائيل تطمع في بقيه الاراضي الفلسطينيه حاليا سواء في قطاع غزه او في الضفه الغربيه لهذا، وجدنا هذا مع التاكيد في نفس التصريحات على ان الحل الوحيد لهذه الازمه هو اقامه دوله فلسطينيه مستقله، وان قطاع غزه سيكون ضمن هذه الدوله المستقبليه التي يدعو اليها الاتحاد الاوروبي حاليا. أستاذ محمد، في الواقع يبدو أن الحوادث الجوية مستمرة بعد حادث الطائرة اليابانية وتابعنا تحطم باب طائرة أمريكية في الجو. خلينا نعرف من حضرتك كيف تابعت الصحف العالمية هذا الحادث، إيه اللي حصل، إيه القرارات الصادرة حتى من السلطات؟ هنا يعني كانت طائرة في رحلة داخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مفترض كانت متجهة من بورتلاند إلى ولاية كاليفورنيا، لكن بعد حوالي 35 دقيقة قرعها اضطرت للعودة مرة أخرى، والهبوط الاضطراري نتيجة فتح أحد يعني الأبواب أو النوافذ. هذا الأمر يعني كان يعتبر حسب ما أعلن رسميا إنه من النوادر أن يحصل. أول قرار كان يعني وقف نفس النوع من الطائرات على التحليق حتى يتم يعني اولا التاكد من اسباب الحادث، ثم يعني التاكد من ان هناك صيانه كامله لهذا النوع. لهذا كان هذا استاذ محمد روح للسي ان ان، ويعني يبدو ان استخدام الذكاء الاصطناعي هيكون اسهل، وبنقرا من سي ان ان عن اضافه للكيبورد بيكون عباره عن زرار هيمكن المستخدمين من اطلاق مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي. لو تحدثنا يا فندم عن تفاصيل هذه الاضافه. نعم، هو يعني هذا الامر بياتي بيؤكد على ان شركه مايكروسوفت ربما حسب تقديرات كثيره وتعود مره اخرى الى صداره التكنولوجيا او علوم الحوسبه مرة أخرى للعالم، وهنا تدخل من باب التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي. يعني هذا الأمر سيكون بديلا في فكرة أنه سيمكن المستخدمين من إنشاء رسائل مصرية أو تحديد بعض الصور والعلامات كان من الصعب استخدامها بهذه السهولة في السابق. وهنا يعني الشركة تقول بأن ربما عام 2024 سيكون عام الذكاء الاصطناعي، انه سيطرح هذا الامر وهذا الجهاز الجديد الذي سيشمل هذا الزر، يعني اعتقد بعد خلال الشهر الجاري، وانه سيكون يعني فتح جديد في عالم الحوسبه تقدمه يعني شركه مايكروسوفت مع التطور الجديد في الذكاء الاصطناعي. وكما قلت يعني حسب التصريحات أو توقعات كثيرة ربما مايكروسوفت ستعود للصدارة مرة أخرى بعد أن خفضت قيمتها نوعا ما لشركات مثل أبل. يعني احنا الحقيقة عمالين يعني كل يوم بيبقى فيه جديد في مجال الذكاء الاصطناعي تحديدا، حتى يمكن حذر عراب الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من خطورة الذكاء الاصطناعي وانه كل يوم بيصبح اسهل من اليوم اللي قبله. وعلى اي حال بشكر حضرتك جديل الشكر الكاتب الصحفي محمد العالم المتخصص في الشؤون الدوليه، شكرا لحضرتك يا فندم.